السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. الفيديو اللي فات خلاص بقى دلوقتي بقيت بعرف أشوف الباجينيشن، أعرف أروح للنكست، أعرف أروح كمان للبريفيوس، وأيا كان عدد الجوبس أو الوظائف اللي عندي أقدر أتعامل معاها. وقلنا كمان إن أنا بقدر أتعامل معاهم، يعني أحدد العدد بتاعهم من الجوب ليست، من الفيو بتاعتي، إن أنا بحدد العدد هنا، أنا عاوز كام وظيفة تبقى موجودة في الصفحة. طيب خلينا بقى دلوقتي نعمل إيه؟ عاوزين دلوقتي لو أنا عملت أبلاي على جوب، طبعا مش هتعرف تعمل ابلاي على اي جوب موجود عندك، لازم تتعامل مع الفورم، ده اول حاجه خالص. تاني حاجه دلوقتي الجوب عشان اروح لها بروح لها بالاي دي، انا مش عايز اروح بالاي دي، انا عاوز اروح بالسلج، اشوف ازاي اتعامل مع السلج. طب وايه السلج ده؟ السلج ده بص كده، لو انا مثلا حبيت اروح لاي مقال موجود في الدوكيومنتيشن بتاعت جانجو، يعني مثلا انا او حبيت اروح لاي مكان، مثلا شوف انا هنا مثلا لما بروح للادمن بروح ايه سلاش ادمن، يعني انا اروح للادمن فيبقى الاسم بتاع الادمن ظاهر. لو انا مثلا في مدونه بيبقى ظاهر العنوان بتاع المقال اللي انا رايحه، ده طبعا بيبقى احسن بكتير، وده يفضل عشان السيو، انت بتبقى عارف انت رايح فين وكده. طب احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل كده برضو في الوظائف اللي عندي، ازاي انا اضيف سلاج للعنوان بتاع الوظيفه بحسب ان انا لما اروح للسلاش كذا يبقى ظاهر لي اسم الوظيفه اللي انا رايح لها، طب انا عارف انا رايح للوظيفه نهي. طيب هنبدأها ازاي؟ عندي حاجة في جانجو اسمها سلاج فيلد، والسلاج فيلد ده عبارة عن فيلد يعني اسمه بيتعمل بناء على اسم انت بتحدده، يعني انت مثلا تيجي تقول له انا عاوز السلاج فيلد ده ياخد من التايتل، فهو يجي يبص على التايتل بتاعي، التايتل اللي انا عامله، وبعد كده ياخده ويعمل له منه سلاج فيلد. طيب تعال نشوف ازاي ده هيتم. هاجي انا هنا واروح لجوجل، وعشان لو انت عاوز تعرف على السلاج فيلد هتكتب هنا جانجو سلاج، فهتلاقي السلاج فيلد موجود هنا في المودل فيلدز، هتلاقيه موجود تعرف تبص عليه. تمام. طيب لو انت نزلت هنا في الفيلدز ده الاوبشنز، وبعد الفيلدز هو تنزل تحت 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 اكيد هتلاقي السلاج فيلد اهو، مجرد سلاج فيلد اهو، وطبعا الكومه بتاعته بتجي من حاجه انت عاوزها، ولو انت عاوزه يبقى فيه عربي بتعمل الاو يونيكود بترو. طيب تعالى كده نبص هنا السيرفر شغال. تمام حاجة انا هنا دلوقتي عاوز اروح للمودلز، مفيش هنا سلاج، هم انا جاي هنا وهم قايل سلاج بتساوي، وهم قايل مودلز دوت سلاج فيلد، وبعدين السلاج فيلد ده عشان يشتغل انا هعطيله نل وبلانك بترو، يعني هو يقبل ان ياخد مني قيمة فاضية. طب ليه؟ هقول لك دلوقتي. طيب انا دلوقتي جيت ضفت اهون السلاج فيلد، زي ما احنا قلنا قبل كده ما دام انا عدلت على المودلز فلازم اعمل ميك مايجريشن مايجريت، فهم قال بايثون مانجد بي واي ميك مايجريشنز. تمام فقال لك اد التر فيلد، انت مش عاوزينها دي، اد فيلد سلاج تو جوب، ده اللي احنا عاوزينه. طب وبعدين اروح اعمل مايجريت، فكده عملت ميك مايجريشن وعملت مايجريت. تمام رن السيرفر تاني كده، وتعالى هنا نروح للادمن، اعمل ريفرش واروح كده على الجوبس واروح على اي وظيفه من دول، هلاقي بقى لها سلاج. طب ده كده لو انا جيت سيفت مفيش اي حاجه، انا عاوز بقى ايه اللي يحصل؟ عاوز لما اجي اسيف يقوم رايح ياخد العنوان ويحوله لسلاج فاضي. طيب هنعملها ازاي دي؟ هقول لك بسيطه خالص. مش انت عاوز لما تيجي تضغط سيف؟ اه. طب السيف دي بتتم فين؟ بتتم على المودلز. طب انا هاجي هنا على الموديل واوفر رايد على السيف، يعني ايه اوفر رايد عليها؟ يعني عدل على طريقه شغلها. طيب انا دلوقتي عاوز اوفر رايد على السيف واخليها تسيف شويه حاجات قبل ما هي تكمل. طيب دي دلوقتي السيف ميثود بتاع الموديل اللي هو بتاع جوب. طيب السيف ميثود دي بتاخد منك ايه؟ طبعا احنا شغالين اوبجكت اورينتد، فاول حاجه خالص بتاخد منك السيلف. تمام وبعد كده بتاخد الارجس، الارجس والكي وركس كده حلو. طيب وبعدين تيجي انت هنا بقى على السيف تحط اللي انت عاوزه فليتنفذ قبل ما السيف ميثود تتم، فنقوم جايين كاتبين اللوجيك، ده اللوجيك اللي اتكتب هنا. طيب وبعد اللوجيك تقوم انت عامل السوبر لاسم الموديل اللي هو الجوب والسيلف، ده طبعا ده احنا بنعمله عشان خاطر انا باوفر رايد على السيف، فلما باجي اوفر رايد
على حاجه موجوده في المين، لو انت مش عارف كورس الاوبجكت اورينتد، لما اجي اوفررايد على حاجه كانت موجوده في كلاس قبل كده وعاوز اخد اللي موجود في الكلاس ده وازود عليه كمان انا حاجه من عندي، يعني احنا دلوقتي السيف دي انا عاوز اتنفذ اللي كانت بتنفذه، فتسيف ده كله زي الاول وتسيف الحته بتاعتي، فبستخدم السوبر عشان اضيف الحته بتاعتي. طيب وبعدين اما انا جاي انا بقى كاتب اللوجيك بتاعي، طب هتكتب ايه في اللوجيك؟ هو ايه ببساطه خالص، هو السيلف دوت سلاج، السلاج بتاعي اللي هو ده عاوز ياخد قيمته منين؟ عاوز ياخد من التايتل، تقوم قايل السيلف دوت تايتل، بس كده بس كده. طب تعال نبص على السيرفر، السيرفر عامل مشكله ليه؟ طيب تعالى كده نراجع نشوف ايه المشكله دي. دي الاركس بتاخد نجمه واحده والكوارس نجمتين. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل لما انت تيجي تسيف بقى؟ هيقوم رايح عاطي قيمه السلج من قيمه التايتل. طيب تعالى كده سيرفر شغال، ايه ده؟ ايه التلات نجوم دي؟ طب لحظه، تمام كده شغال. طب تعالى كده ريفرش، هنريفرش اهو، بص كده السلاج هنا فاضي والتايتل جانجو ديفلوبر، تعالى نسيف. فتروح لجانجو ديفلوبر تلاقي الايه السلاج قيمته بقت زي التايتل بالظبط. طب انا عاوز بقى ايه؟ عاوز اعمل لها سلاج فاي. يعني ايه سلاج فاي؟ يعني اشيل المسافات واحط مكانهم داش، تبقى كده جانجو داش ديفلوبر، انا عاوزها تبقى كده. طيب اما انا جاي هنا مش بقى هقول له السيلف دوت سلاج بتساوي السيلف دوت تايتل، لا انا اقول له سلاج فاي للسيلف بالتايتل، يعني نروح اعمل سلاجفاي للتايتل. طب ايه سلاجفاي دي؟ دي ميثود موجوده في جانجو اهي، فروم جانجو تيوتلز دوت تكست امبورت سلاجفاي اهي، ودي جانجو عملها لك جاهزه عشان خاطر تاخد التايتل وتعمل له سلاجفاي، تروح تشيل لك منه هي المسافات وكل حاجه. طيب فدلوقتي هتروح انا اخد التايتل واعمل له سلاجفاي واحطه في السلاج. طب لو انت جيت بقى هنا ريفرش فتلاقي جانجو ديفلوبر، طب روح كده سيف، دي فيها مشكله، تعال نسيف بس. فتفتح كده تلاقي جانجو ديفلوبر بس ما بينهم مسافه. طيب تعالى كده لبايثون ديفلوبر نيدد ملهاش سلاج، لو انا جيت عملت سيف وفتحتها تاني الاقي اتعمل لها سلاج. طيب يبقى انا دلوقتي ايا كان الوظيفه اللي انا هكتبها بقى لها سلاج اقدر استخدمه في اليو ار ال بتاعي واتعامل معاه. طب انا هنا دلوقتي لما باجي اروح لاي جاب بيروح عن طريق الاي دي، انا مش عايز كده، انا عاوز ابدا استخدم السلاج، هعمل ايه؟ هو انا جاي هنا ورايح لكذا حاجه، اول حاجه للفيو، الفيو هنا بتاخد مني ايه؟ اي دي، هقول لها لا خد سلاج، وهنا هترجع يعني هترجع بناء على السلاج، السلاج اللي انا مبصهولك ده هيساوي السلاج اللي موجود عندك، لان طبعا بقى في عندي فيلد اسمه سلاج اهو، ده اللي انا برجع بيه هنا. طيب مش السلاج ده الجوب ديتيل بتاخده؟ يبقى انا لازم ابصيه في اليو ار ال. اما انا جاي هنا اليو ار ال بتاع الجوب كنت انا مبصل ايه؟ اي دي، هقول له بصل سلاج. طب والسلاج ده ايه؟ نوع انتجر؟ لا ده نوع سترينج لانه كلام. فيبقى دلوقتي الجوب ديتيل اليو ار ال الاساسي لما بقول له هات لي الجوب الفلانيه ببعت له السلاج بتاعها، فالفيو بتروح تاخد السلاج وتروح تفلتر بالداتا بيز بناء على السلاج ده. طيب تعالى كده راح للجوب ليست وريفرش، حلو هيرفرش معاك. طب لو انت جيت تفتح بقى اي جوب منهم يعني مثلا دي يقول لك ايرور، ايه؟ الجوب ماتشنج كوير داز نوت اكزيست. بس هتيجي تبص هو هنا ضايف سلاش واحد ليه؟ مش احنا ضفنا السلاج؟ هقول لك بس السلاج ده ناقصه حاجه، ايه؟ ان هو يرجع كمان من اتش تي ام ال، بمعنى ان انا عندي الصفحه اللي بتعرض كل الجوبس فين؟ الجوب ليست اهي، مش انت قايل له هنا ان انا عندي يو ار ال هنا فين العنوان؟ انا كان عندي هنا المفروض عنوان بروح منه للوظيفه بتاعتي. طيب اهو الجوب ديتيل، انت كنت بتبعت معاه الجوب دوت اي دي عشان كده هو بيبعت من هنا واحد، لكن انا مش عاوز كده، انا عاوز يبعت سلاج، فاميل جوب دوت سلاج. طيب اجي انا بقى هنا
ارجع كده وريفرش، فيرفرش اروح للبايثون ديفلوبر نيدد الاقي سلاش جوبس سلاش بايثون ديفلوبر نيدد. طب ديجانجو اهو الاقي سلاش ديجانجو ديفلوبر، فيبقى انا دلوقتي قدرت ان انا استخدم السلاج في اليو ار ال، وده طبعا افضل كسي اس اي او. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ اول حاجه ضفت فيلد اسمه السلاج، وجيت خليته يقبل مني بلانك وترو. ليه؟ عشان لما اجي اسيف، لما اجي انا اسيف في الادمن اي حاجه واضغط سيف يقبل انه يسيف. طب وبعدين؟ قلت له لما تروح تسيف السلاج هيعمل هات لي قيمته من التايتل واعمل لها سلاج فاي وروح احفظ في الداتابيس. تمام. وبعدين جيت في الفيو خليتها تقبل تاخد سلاج وفلترت بيه، وجيت في اليو ار ال بعت السلاج وقلت انه اس تي ار، وجيت في ملف الليست اللي هو بتاع الاتش تي ام ال بدل ما كنت ببعت اي دي بعت سلاج. طيب دلوقتي بقيت انا بقدر استخدم السلاج في الموقع زي ما انا عاوز. طيب ايه اللي ناقصنا دلوقتي؟ احنا هنضيف حته ابلاي ناو، ان انا اعرف ازاي ابلاي على الحاجه دي. طبعا في هنا مشكله الجوبس السطر ال20، تعال نرجع كده السطر ال20. اليو ار ال بتاع ابلاي ناو ولسه بنبعت فيه الاي دي، المفروض نبعت هنا كمان السلاج. طيب هتيجي انت ترجع وتفرش بعد كده تعمل ابلاي ناو يوديك عادي على جانجو ديفلوبر تعمل ابلاي. طيب عايزين بقى نفعل الفورم بتاع الابلاي دي ونشوف الناس تحط اليوزر نيم والايميل وتحط مثلا الويب سايت او البورتفوليو لينك وتعمل ابلود كمان للسي في وتكتب الكفر ليتر بتاعه وتعمل ابلاي ناو. ده اللي احنا ان شاء الله هنشوفه الفيديو الجاي. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.